السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه رد مع المساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما بنا بشهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لأكلن هذا لي. وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين غفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنه من في مرة من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لما في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجميع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دون الله أولياء. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربكم عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من الأنعام ثمانية أزواج يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما دعاهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأن أعدل بينكم. والله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدرك لعل الساعة تكون قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وما كان يريد الحرث آخرة نزيد له في حرثه. وما كان يريد الحرث الدنيا نؤته منها. وما لهم في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن للظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. إن الله غفور شكور. أم يقولون افتر قل إن افتريت فلا تملكن لي من الله شيئا. فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين أمروا من الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولبسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده لخبير بصير. وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا ينشر رحمته. وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من
دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالعلم إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهري إن في ذلك لآية لكل صبار شكور أو يوبقوه النبي انقسم ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عنده ما عند الله قدر وأبقى للذين آمنوا على ربهم توكلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة وما غضبهم يكفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون علي خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما قال لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ما ردهم من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أردوا فأرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإن تصبهم سيئة بها قدمت أيديهم فإن الإنسان غفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا له من وراء حجاب أو يرسل الرسل فيحيي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن جعله قرآنا عربيا تعقلون وإن في أم الكتاب العدين العلي حكيم أفنضرب عنكم ذكر صفحنا كنتم قبل مسرفين وكما أرسل من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي لقد به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وليقولن خلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء معهم بقدر فأنشأنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعل له من عباده لبعده جزعا إن الإنسان لغفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر على أحدهم مما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قديم أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا فهم مستمسكون بل قالوا إن وجدنا أبانا على أمته وأنا على أثره مهتدون وكذلك ما أرسلنا في قبلك في قرية من نذر لقال مطرفها إن وجدنا أبانا على أمته وأنا على أثرهم مقتدون قال أولو جئتكم بهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فأغرقنا فكان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذين فطرني فإنهم سيهدين أجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا ما هذا إلا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم
أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي اتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يقول الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها دار ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها تكون والزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه لا صدورهم عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال لا تمنع بينك بغض المشركين فبئس القرين ولن ينفعكم يوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم مقتدمون أو نرينك الذي وعدنا فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعل من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء قالوا يا قوم يا أيها الساحر ادع لنا بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم على سلم القوم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أما إن قريب من هذا الذي هو معين على غضب فلو ألقي عليه أسرة إذا من أو جاء معه الملائكة المقترنين. فاستخف قومها فدعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفنا دخلنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ولما ضرب أمرهم فاستدون وقالوا آلهتنا خير من ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد من أنعمنا عليه وجعلنا له مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعوا هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم. هل ينظرون إلا الساعة تأتي بغتة وهم لا يشعرون. هلك إلا هو مذين بعضهم لبعض ولا عدو للمتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وقالوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بالسحاب من ذهب وعقاب وفيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أنتم فيها خالدون. فتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. ونظر يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرنا للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجاهم بلى ورسلنا لازم يكتمون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدون. سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفون. فذرهم يأخذوا ويذهبوا حتى إلى غنمهم الذي غادر هو الذي في السماء له وفي الأرض له هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا ما شهد بالحق وهم لا يعلمون. وإن سألتم من خلق السماوات خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك غابر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا لمذيق رواد جاءهم رسول الأمر المبين. ثم تولوا عنه موردين وملعون. إنا كشف العذاب قالنا إنكم عائدون. يا ونا بتش البطشة الكبرى. إن ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتكم بسلطان مبين. وإني أعوذ بربي وربكم أن تهجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسري بعباد الله إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنة وعيون.
وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فقير كذلك أورثنا قوم آخر فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا مدرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليهم من المسرفين. ولقد اخترناهم على العلم على العالمين وأعطيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء لا يكونون إن هي لم تغنوا لأنهم نحن بأذمين. فاتوا بكتاب فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خيرنا مقام التبع والذين من قبل ما أهلكناهم إنهم مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقات أجمعين يوم لا يغني عنهم مال شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم. إن الشيطان رزقهم طلعوها طلع عاصم كالبول يغلي في البطون كغلء الحميم خذوه فاتلوا إلى سائر الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذوق إن قالت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تكذبون. تمترون إن المتقين في مقام الأمين في جنة وعين يلبسون من السدر السنون واستبرق المتقبلين كذلك وزوجناهم بحور عين. دعونا فيها بفقه كثرة آمنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على الجحيم فضلا من ربك ذلك الفضل العظيم. فإنما يسترون بلسان كذلك تذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة لآيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف حياة القوم يأكلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاق أثيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصير مستكبرا لم يسمعها فبشروا بعذاب عليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآياتنا ربهم لهم عذاب من رجز عليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزيهم بما كانوا يقسمون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربهم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأعطيناهم بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أو حسب الذين اجترحوا السيئات أن أجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء محيا وموتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بشروعها لتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم لهم عفلا كمن اتخذ إله وهو هو الله الله على علمه وختم على السمعين وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله عفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا أن موتوا نحيا ومن يلقنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى علماتنا بيناتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا اكتب يا بينا إن كنتم صادقين. قل الله ويقول الله ويحييكم ثم يتقكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تضع إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتاب لا يتقى عليكم بالحق إنكم لنستنسخ ما كنتم تعملون. فاليوم الذي فهم الذين أمروا من صالح فليقلهم ربهم برحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا تتلى عليهم آياتي قيل لهم إن هذا الأكفار ولا الساعة لا ريب فيها قلتم ما ظننا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وهو نحن مستيقنون. وبدا لهم سيئات ما عملوا حق بهم ما كانوا بيستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لهم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم بالحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.